اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. الحلقه اليوم عن فطيره التفاح من برنامج حل وتمك. راح نقدم لكم فطيره التفاح على الطريقه الفرنسيه. مكونات طبقنا اليوم هو سكر، طحين، تفاح، فانيلا، زبده وبيكنج باودر، بيض وحليب. هذه هي المكونات اللي راح نستخدمها اليوم في فطيره التفاح الفرنسيه. فبنبدا بالسكر، بنحط السكر على النار. بدنا نكون حذرين جدا في تسيح السكر على النار، بده درجة حرارة عالية. لما يسيح السكر بتحول لكراميل، بأخذ اللون البني وبصير طعم الكراميل. طبعاً وإحنا بنترك السكر هون نعمل، بنحاول نعمل العجينة اللي راح نستخدمها بالفطيرة. العجينة هي طحين، نضيف طحين، فانيلا، بيض، سكر تقريبا معلقة واحدة وحليب. بنضيف الحليب تدريجيا وبنخلط كل المكونات مع بعض. هيك بنخفق العجينة فبتكون عندنا هذا المزيج. هيك بتكون العجينة. طبعا هيك بنروح نرجع بنكمل. هيك السكر بيكون يعني سائل كراميل. بنضيف التفاح بهذه الطريقة. طبعا بده تقريبا 5 دقائق. نرجع بنضيفه نضيف الزبدة يكون عندنا تقريبا بهذا الشكل. بعد هيك بنضيف العجينة اللي عملناها، بنضيفها على بهذه الطريقة. طبعا بندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة وبنرجع بعد 25 دقيقة بنورجيكم كيف الشكل النهائي بيكون لهي الفطيرة. رجعنا لكم مشاهدينا. هيك بكون الطبق جاهز وراح نقدمه مع الكريمة. الكريمة المخفوقة مع الفانيلا فوق الطبق. تكون عندنا هيك. وطبعا هذا صلصة الكراميل. وهيك بكون عندنا هذا النوع من الورد، يؤكل مخصوص لشغل المطبخ. احنا بنجيبه مزروع عندنا في المطعم، هو اسمه نستوريوم، فبنستخدمه بالتزيين. فهيك بكون الشكل النهائي لفطيرة التفاح. صحتين وعافيه.